ينضم إلينا عبر الهاتف السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. تحية لك سيادة السفير. أهلا وسهلا. سيادة السفير، قمة هامة سوف تتحدث عن فكرة التكامل الاقتصادي الأفريقي، كيف يمكن أن تحدث هذه الفكرة وفكرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية في ظل ظروف سياسية شديدة التعقيد وشديدة التغير؟ مرت منظمة الأفريقية للاتحاد الأفريقي بعدة اتفاقيات لإنشاء سوق أفريقية مشتركة أو تجمع أفريقي اقتصادي مشترك، ولكن هذه منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي أنشأت منذ عدة سنوات تحت رئاسة الرئيس السيسي تعتبر أكبر منطقة تجارية حرة في العالم من ناحية العدد على الأقل، قد تفوقها بعض المنظمات الاقتصادية الأفريقية، المنظمات الأفريقية الدولية الأخرى، ولكن هذه المنطقة ستسمح بتبادل السلع والخدمات دون أي عوائق جمركية متى استكملت تحقيق صفر في الرسوم الجمركية المفروضة على تبادل السلع والخدمات. لمناسبة ستقام في مصر أكبر معرض في القريب العاجل للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، تعرض فيها الدول الأفريقية منتجاتها، وأنا أنصح رجال الأعمال المصريين بالتوجه إلى أرض المعارض لعقد اتفاقيات سواء لتصدير منتجاتهم أو لاستيراد بعض المنتجات الأفريقية اللازمة للصناعة المصرية. المنطقة التجارة الحرة تغري على الدول الأجنبية على الاستثمار في الدول الأفريقية لكي تتمتع بالرسوم الجمركية الملغاة في هذا الصدد. سعادة السفير، قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي تعد تحضيرا للقمة السنوية العادية للاتحاد الأفريقي، لماذا؟ لأنه رؤية تأجيل انعقاد القمة الصيفية والاستعاضة عنها بقمة نصف سنوية مصغرة يشارك فيها الرؤساء أعضاء المكتب من ضمنهم مصر، والتنسيق مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية. كما تعلمين هناك 5 تكتلات اقتصادية أفريقية بالشمال والجنوب والوسط والغرب والشرق، وكل هؤلاء المنظمات الإقليمية الاقتصادية تقدم تقريرا حول التكامل بين أعضائها، ولكن ليس داخل القارة الأفريقية ولكن بين أعضائها حتى تتضح الصورة في التقدم داخل القارة الأفريقية نفسها. فهذا لا يعني انتقاصا من القمة العادية، ولكن لاستغلال كل أوقات الرؤساء الأفارقة في البحث حول مشاكل التكامل الاقتصادي الأفريقي. كما ذكرت سيادة السفير أن القمة تضم عددا محدودا من الدول الكبيرة من بينها مصر، دلالة هذا؟ لأن عقد القمة ل 55 دولة عملية مكلفة وتستلزم إجراءات كبيرة تشغل الرؤساء، ولذلك رأى الرؤية الاكتفاء بأعضاء قمة المكتب وعددهم 16 رئيس. الاتحاد الأفريقي عندما يعقد قمة دورية بينتخب كل مرة أعضاء المكتب ممثلين عن المناطق الجغرافية في داخل أفريقيا، فهم عددهم 16 دولة على مستوى رئاسي يعقدون اجتماعهم نصف سنويا في إحدى الدول الأفريقية وليس في مقر الاتحاد الأفريقي نفسه. سعادة السفير، كيف يمكن لقمة منتصف العام التنسيقية الطابعة للاتحاد الأفريقي أن تساعد في حل مشكلات كثيرة تمر بها القارة الأفريقية؟ من أهم القضايا التي ستبحث قضية إدخال بعض الإصلاحات على نشاط الاتحاد الأفريقي نفسه. النقطة الثانية اعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقي، أصبحت ميزانية كبيرة لا تقارن. عندما كنت أعمل في منظمة الوحدة الأفريقية وكانت الميزانية مجرد 30 مليون دولار، الآن عدة مئات من الملايين من الدولارات تغطي كل أنشطة داخل القارة الأفريقية. أيضا ستستمع إلى تقرير حول موضوع يهم أفريقيا
بصفة خاصة وهو التغير المناخي. نعم. طبعا كلنا نعلم أن مصر استضافت في شرم الشيخ القمة المناخ 27، والرئيس السيسي والرئيس الحالي لهذه الاتفاقية. تغير المناخ يؤثر على اقتصاديات الدول الأفريقية بأضرار جسيمة ليست مسؤولة عنها، ولكن مسؤول عنها الدول الصناعية الكبرى التي تبث أكبر عدد أكبر كمية من الانبعاثات الخارة في الجو الكرة الأرضية. ممكن لقمة شرم الشيخ أن تنتزع بعد مفاوضات كبيرة قدمها الوفد المصري بالمشاركة مع عدد من الدول، اعتراف تقريبا كل الدول المتقدمة بالصندوق الذي طلبت مصر بإنشاؤه لتعويض هذه الدول الأفريقية التي تعاني من الآثار والخسارة في التغير المناخي بتمويل من الدول المتقدمة. على ذكر التمويل من الدول المتقدمة، هل هذه القمة سوف تدرس وتتحدث عن التمويلات اللازمة للحد من التغيرات المناخية؟ لا، هذا الموضوع ستبحث الآثار التغير المناخي في أفريقيا. نعم، وسيقدم الرئيس السيسي تقريرا حول ما جرى في شرم الشيخ وتعهدات بعض الدول المتقدمة حول هذا الموضوع، ولكن الأمر متروك بالنسبة لتفصيلات التمويل لمؤتمر أبو ظبي في أكتوبر أو نوفمبر القادم. أشكرك شكرا جزيلا السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، شكرا جزيلا لك.